وأعطي الكلمة الآن لمعالي الدكتور إسلاكو ولد أحمد أزيد بي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الأخ محمود علي يوسف، وزير خارجية جمهورية جيبوتي الشقيقة، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، معالي السيد الأمين العام أحمد أبو الغيط، أيها الحضور الكريم، يسعدني في مستهل كلمتي أن أتقدم بخالص التهاني لأخي معالي الوزير السيد محمود علي يوسف، وزير خارجية جمهورية جيبوتي الشقيقة، على تولي بلاده رئاسة الدورة العادية 48% لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. كما أتقدم بالشكر لمعالي السيد عبد القادر مساهل، وزير الخارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، على أدائه المميز وما قام به من جهود طيلة رئاسته للدورة المنصرمة. ولا يسعني إلا أن أثمن الجهود الطيبة التي يضطلع بها معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط وطواقم الأمانة العامة في سبيل تعزيز العمل المشترك. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، تنعقد دورتنا هذه في سياق عربي خاص يحتم علينا التشبث بوحدة الصف ووحدة الهدف والمصير المشترك وروح الأخوة وعلاقات التضامن وتكريس كافة الجهود لتعزيز الأمن والتنمية في بلداننا، الأمر الذي يتطلب مراجعة أسس العلاقات العربية للعربية وتطوير منظومتها وآلياتها لمواجهة التحديات المشتركة برؤية موحدة. ولا شك أن بيتنا العربي بحكمته وتبصره قادر على إيجاد الحلول الملائمة لتلك الأوضاع المستجدة ووضع أسس انطلاقة جديدة باعتماد مقاربة واقعية للعمل العربي المشترك. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، إن تنقية الأجواء العربية تفرض نفسها في أولويات الاهتمام، فضلاً عن قضيتنا المركزية الأولى القضية الفلسطينية، خاصة بعد محاولة إسرائيل في الآونة الأخيرة فرض واقع جديد في القدس المحتلة. تنذر تلك المحاولة بتداعيات غير مسبوقة على استتباب السلم والأمن في المنطقة وعلى القضية في جوهرها، وانطلاقاً من مسؤولياتنا تاريخياً نؤكد تمسكنا الراسق بحق الشعب الفلسطيني في الكرامة والسيادة وتكريس الجهود كافة في سبيل إيجاد حل شامل عادل ودائم يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وفيما يخص الأوضاع العربية الراهنة، فإننا نثمن الجهود القيمة التي تقوم بها اللجنة الإفريقية رافعة المستوى الخاصة بليبيا، واللجنة الرباعية ودول الجوار الليبي. وكان آخر هذه النشاطات اجتماع اللجنة الإفريقية بالعاصمة الكونغولية برازافيل، اجتماع تمخضت عنه نتائج تبعث على الأمل والتفاؤل. وبخصوص الموضوع السوري، نؤكد على ضرورة السعي الجاد للوصول إلى حل سياسي عبر حوار وطني شامل يصون وحدة سوريا واستقلالها وكرامة شعبها في العيش بأمن وسلام، ويجدر بالجامعة العربية العمل على استعادة الدور العربي في الملف السوري. وفيما يعني اليمن الشقيق، نجدد دعمنا للشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبد رب منصور هادي، وندعو إلى وضع حد لمظاهر الانقسام وانتهاج السبل الحل السلمي وفقاً لقرارات القمم العربية ومبادرات الشركاء الإقليميين والدوليين بهذا الصدد. وبخصوص العراق الشقيق، فإننا نبارك له الانتصارات الباهرة التي حققها باستعادة الموصل وإجزاء أخرى من الأراضي العراقية من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، وإزاء ما يشهده العالم من حولنا من تحديات أمنية وسياسية بالغة الخطورة، كان آخرها ما يتعرض له مسلم الروهينجا من قتل وتشريد يستدعي منا، بالإضافة إلى الشجب والإدانة القوية، مد يد العون لآلاف النازحين ودعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك الفوري من أجل وضع حد لهذه المأساة. أصحاب السمو والمعالي، شهدت موريتانيا قبل سنة من الآن انطلاق حوار وطني شامل شاركت فيه أحزاب الأغلبية الرئاسية وجل الطيف السياسي المعارض ومنظمات المجتمع المدني. عرضت نتائجه على استفتاء شعبي في 5 من شهر أغسطس المنصرم،
ونال تزكية شعبية واسعة. لقد تمثلت التعديلات في إلغاء مجلس الشيوخ الغرفة الأولى وإنشاء مجالس جهوية للتنمية المحلية بديلة له، وتم دمج ثلاثة هيئات دستورية هي المجلس الأعلى للفتوى والمغالم والمجلس الإسلامي الأعلى ووسيط الجمهورية في هيئة واحدة المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، وأضيف مكون البيئة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتم تعديل المادة الثامنة الخاصة بالعلم الوطني. وضمن سياساتها الأمنية تعمل بلادنا في إطار منظومتي دول الساحل ومسار نواكشوط على معالجة ظاهرة الإرهاب وانتشار السلاح في المنطقة، وقطعت دول الخمس خطوات هامة في هذا المجال. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، تعزيزاً لأمنها وللأمن القومي العربي والإفريقي، تعمل موريتانيا بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز على تعزيز التضامن العربي الإفريقي، حيث تقرر انعقاد القمة الإفريقية في نواكشوط خلال يونيو/يوليو 2018 بعد إيواء بلادنا لأول قمة عربية على أراضيها في يوليو 2016. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.